نتوكل على الله. الشيء ظاهر صح؟ ظاهر يا باشمهندس. بيقول لك ايه بقى يا سيدي في المسائل الجميله اللذيذه بتاعت اللونج تيرم اناليسيس ده؟ تعال نقرا مع بعض المساله ونشوف ايه اللي هنطلعه من المساله وايه اللي احنا محتاجينه في المساله. فبيقول لك ايه؟ during the construction work of rubble mound break water. بيقول لك اثناء عمليات الانشاء لحاجز امواج كومي. ذا دايركتور انجينير بيقول لك ان المهندس المسؤول استبلج السكيورتي كريتيريشن، ادى معيار امني معين كده. قال لك ايه؟ ان الكريتيريشن المعيار ده مبني على احتماليه تخطي الموجه لموجه ارتفاعها 2 متر. يبقى معيار التخطي بتاعه هو اكسيدنس بروبابيليتي، اللي هو احتماليه تخطي الموجه، احتماليه تخطي الامواج لموجه ارتفاعها 2 متر. At the toy of structure. يعني ايه toy of structure؟ يعني بقول لك لو انا جيت ارسم لك الرابل موند بريك ووتر ده يبقى شكله عامل كده. ده بالنسبه للتوي. انا بيقول لك هو الكريتيريشن بالنسبه له ان الموجه ما ارتفاعها ما يزيدش هنا عن 2 متر. تمام؟ بيقول لك the planned strategy is expressed as a function of the exceedance probability as follows. بيقول لك ان هي خطه التخطيط او طريقه التخطيط بتاعه الاكسيدنس بروبابيليتي. يعني اقول لك تاني الكريتيريشن من الاخر اللي هو عاملها كالاتي. بيقول لك لو كانت احتماليه التخطي اقل من 1%، بيقول لك ده كده تمام. يعني لو كانت الموجه احتماليه تخطيها اقل من 1% من الارتفاع ده فقشطه، فهنا ممكن ده اللي هو الرابل موند بريك ووتر. هنا يا جماعه اصلا ده بيتعمل بقى زينه وبيتعمل مطاعم هنا، يعني في مطعم في فرنسا موجود على رابل موند بريك ووتر. بيقول لك ان ده سيف اكسس، مسموح الدخول وامن للبيدستير، يعني اللي هم المشاة اللي زينا والفيكز والعربيات. طيب لو احتماليه التخطي زادت شويه بقت من 1 ل 10%، بيقول لك ورنينج يعني تحذير. Restricted access for heavy vehicles، ممنوع دخول العربيات الثقيله. طيب لو زادت شويه بقت من 10 ل 20%، بيقول لك دينجر يعني دخلت في مرحله الخطر، ممنوع دخول اي عربيه. طيب لو عدت 20% يقول لك ستوب، وقف لي كل حاجه في الموقع، كل حاجه في الموقع تقف، مش عايز لا مشاه ولا عربيات ولا اي حاجه تعدي. تمام؟ طيب بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك زي ايرلي لونج تيرم سي دي اف، بيقول لك كيوميوليتيف دينس فانكشن فور ذا سيجنيفيكانت ويف فايد ليتلس عند التوي، اللي هي من الاخر كده داله الاحتمالات بالنسبه للاتلس للمدى الطويل عند التوي بتتبع الشكل اللي قدامك ده. ان البي اتلس يعني احتماليه تخطي موجه بارتفاع اقل منها او يساوي ارتفاع معين بتساوي 1 ناقص اكسبشن اللي هي قيمه الاي سالب نص اتلس اللي هي سيجنيفيكانت ديفايد كل تربيع. ايه المطلوب منك؟ بيقول لك ات جيفن داتا، للداتا اللي انا مديها لك دي ذا ويف فوركاست، بيقول لك ان توقع الموجه ان الاتش اس هتساوي 1.5 متر. يعني الموجه اتش اس اللي هتيجي اللي انا هصمم، يعني اللي هي بتبقى موجوده بالنسبه للمنشا بتاعي وانا شغال هي 1.5 متر. المطلوب منك ايه بقى؟ اول حاجه تقول لي ايه هي الاستراتيجيه او الكريتيريشن اللي المفروض يتبعوها في موقع العمل. يعني عادي هو دلوقتي عنده موجه كريتيريشن، ده الكريتيريشن اللي بنى عنه اللي هو الموجه تبقى ارتفاعها 2 متر وعنده الاتش اس 1.5 متر. تركز معايا، يعني ايه قيمه اتش اس؟ اتش اس معناه ايه؟ متوسط التلت الأكبر. متوسط التلت الأكبر من الأمواج. طيب متوسط التلت الأكبر اداك 1.5، مش ممكن في موجة من الأمواج دي تتخطى ال 2 متر؟ ممكن. مظبوط، ممكن ولا ممكن ولا يعني لو أنا قلت لك ال 1.5 ده عبارة عن إيه؟ 1 زائد 2
زائد 3 واحد ونص زائد 2. فانت لو جيت تحسب دول 1 زائد 1 ونص زائد 2 هيديك ايه؟ اقسم الثلاثه دول على 3 هيديك 1 ونص متر. طيب معناه ايه يا هندسه؟ معناه ان مش معنى ان الاتش اس بتاعك 1 ونص متر وان الكرتريشن بتاعك 2 متر انك تروح تقول لي ده ما هندسه انا متاكد ان الواحد ونص اقل من الاثنين يبقى انا سيف. غلط. انت لازم تحسبها. احسبها ازاي؟ عندي قيمه الاتش اس، خد بالك دي اتش اس معينه، وعندي قيمه اتش معينه، الاثنين دول حصلوا مع بعض يبقى انا فين؟ شورت تيرم. شورت تيرم، الله ينور عليك. ايوه كده الناس بدات تفكر اهو، يبقى انا في الشورت تيرم. يبقى انت يا هندسه معاك اتش اس معينه لاتش معينه، فتعوض في قوانين الشورت تيرم وتقول لي انا في انهي استراتيجيه من دول. ده اول مطلوب. تاني مطلوب بقول لك احسب لي عدد ساعات التشغيل خلال سنه. تفتكر ده يبقى ايه، لونج تيرم ولا شورت تيرم؟ ده لونج. غصب عنك مش بمزاجك. وهنعرف دلوقتي بنتعامل مع ده ازاي. بيقول لك بافتراض ان كل الدوال بتاع الويف هايت بتتبع رياليف ديستريبيوشن. تعالى اما نشوف مطلوب مطلوب وازاي هنحل. بيقول لك اول عرف لي الكرتريشن او الاستراتيجي اللي المفروض اتبعها في الوركنج اريا. فانت هتقول لي يا هندسه انا عايز اعرف انا في انهي واحده من الاربعه دول. انا محتاج اجيب السي دي اف. سي دي اف الايه؟ الارتفاع مقداره 2 متر. ايه ده يا هندسه بجد؟ اه يا حبيبي، ما انا مديك اتش ب 2 متر ومديك الاتش اس ب 1.5 متر وانا بتبع رياليف، اقدر احسب ايه؟ الاتش ار ام اس، ان الاتش اس بتساوي 1.5 متر والاتش اس بتساوي جذر 2 اتش ار ام اس. اتش ار ام اس طلعت يبقى البي البروبابيلتي اوف اكسيدنس بتساوي ايه؟ البروبابيلتي اوف اكسيدنس بتساوي 1 ناقص البي اتش اللي هي بتساوي اكسبشن سالب اتش التربيع على اتش ار ام اس. ايه اللي عندك في المساله؟ ايه اللي عندك في المسألة؟ ال اتش اس وال اتش. فكر يا ابني ايه اللي عندك وايه اللي مش عندك؟ ال اتش ار ام اس مش موجودة. ال اتش ار ام اس معايا. فين ال اتش ار ام اس؟ اهي حاسبها بدلالة رياليف لأنه قال تتبع رياليف. طيب ما الاتش اتش؟ ما هي الاتش دي اللي أنا أصلا عامل عليها كرتريشن اللي هي ال 2 متر. يعني انا معايا الاتش ار ام اس ومعايا الاتش، اعرف احسب الكيو اتش ولا ما اقدرش احسبها؟ كيو اللي هي احتماليه تخطي الموجه ارتفاع 2 متر اكسبشن سالب 2 تربيع على 1.06 تطلع معاك. خد بالك ده مش 28 من اسف الرقم ده 2.8 من 100 بالظبط. ركز معايا كده. فانت لما جبت الكرتريشن طلعت الاكسيدنس كام؟ 2.8 من 100. ال 2.8 من 100 دي يا هندسه فين هنا؟ فين هنا؟ اقل من 1% ولا ما بين ال 1 وال 10 ولا ما بين ال 10 وال 20؟ والله احتماليه التخطي اللي انت بتتكلم عليها دي طلعت 2.8 من 10 يبقى انا في الورننج. يبقى انت هتقول له الاستراتيجي اللي المفروض يتبعها طبقا للحاله اللي عندي هي ايه يا هندسه؟ هي حالة الورنينج. واحد انا بص باشمهندس المسائل دي انا مش همشي خطوة غير لما تقول انا فهمت الخطوة اللي قبلها. طب هو احنا هنا استخدمنا معادلات الشورت تيرم. ليه بقى؟ عشان انا عندي حالة اتش اس معينة بشتغل عليها اللي هي 1.5 واتش معينة خلال الاتش اس اللي هي 2. فالاتنين يعني خلال هو... حالة بحر معينة يا مايك. تمام، يعني حالة بحر معينة ماشي. بالظبط ده اللي انا كنت بتكلم فيه. لو انا بتكلم عن حاله بحر معينه يبقى انا هتعامل فين؟ شورت تيرم اناليسيس وقوانين الاحتمالات بتاعتها. طيب تاني مطلوب بقى هندسه بقول لك ديتيرمن ذا نمبر اوف اورز ديورنج ا يير فور ذا فور بيربز استراتيجيز. ده رخم ليه؟ لو انا قلت لك ال 2.8 من 10 دي
كان خلالها كان في حالة بحر معينة ولا ما كانش في حالة بحر معينة؟ كان في حالة بحر معينة. وبالتالي كان عندي اتش اس معينة. طيب لو انا قلت لك انا عندي كم احتمالية؟ عندي 20 وعندي 10 وعندي 1، 3 احتمالات. تفتكر لو انا عايز اجيب الاتش اس عند ال 20 وعند ال 10 وعند ال 1، هتعامل ان دي حالة بحر معينة ولا هتعامل ان دي لونج تيرم اناليسيز؟ لونج. تاني يا طارق، انا بقول لك عند 2.8% كان في حالة بحر معينة، يبقى عند ال 20% يبقى لونج ولا حالة بحر معينة؟ المفروض هيحصل تغيير يبقى لونج. هيحصل تغيير يبقى لونج. ركز معايا، التغيير اللي هيحصل ده لونج وهنعوض في اللونج فعلا، لكن قيمة ال اتش اس اللي عند 20% دي هتبقى واحدة ولا هتبقى 100,000 عند ال 20%؟ لا هتبقى واحدة عند 20% بس. يبقى لما يبقى واحدة دي بتمثل لي ايه؟ على البحر واحد شور. بس كده. تاني، ده اللي انا عايزك تفهمه، عند احتمالية 20% يبقى انا عندي كام حالة ليتلس؟ واحدة. لما يبقى حالة اتلس واحدة يبقى انا بمثل حالة بحر واحدة، يبقى انا شغال فين؟ في الشورت تيرم. طيب يا هندسه، انت بتقول لي عدد ساعات خلال السنه، انا هستفيد بدي ايه؟ مش انت عندك اتش اس يا محمد جبتها عند ال 20%؟ ايوه. انا عايز اعرف بقى الاتش اس دي هتتكرر كم مره في السنه؟ يبقى انا اقعد فين في الحاله دي؟ لونج. لونج، او معاه في القانون ده. تاني، عشان دي مهمه ودي اهم حاجه في السكشن النهارده، لو بتعامل مع اتش اس لاحتمالية معينة وهتديني رقم واحد، يبقى انا شغال في سي ستيت معينة، يبقى انا شغال شورت تيرم. طيب لو انا عايز اعرف احتمالية ان الموجة تبقى، احتمالية ان الموجة تكون اقل من او يساوي الاتش اس اللي انا جبتها دي خلال 100 سنة مثلا او خلال سنة كاملة، يبقى انا هتعامل في الحالة دي مع اللونج تيرم. طيب المسألة هندسة حلها ازاي؟ هو ما قال له يبقى انا عندي حالتين. ايه هي الحاله الاولانيه؟ ان الكرتريشن مبني ان انا عندي كده كده قيمه الاتش بكام؟ ب 2 متر. ال 2 متر دي بتحصل امتى؟ بتحصل عند احتماليه 1% وعند 2% وعند 3% وعند 4% 10% 100%. يبقى قيمه الاتش اللي فوق دي هندسه ثابته ولا مش ثابته؟ الاتش ثابته لانها بتاع الكرتريشن. يبقى المتغير هي انه قيمه، قيمه الاتش اس اللي تحت. يعني ايه يا هندسه؟ ان احتماليه الاتش اس عند 20% انا متاكد انها هتبقى متغيره عند 10%، هتبقى متغيره عند 1%، بس عند 20% انا عندي اتش اس واحده، يبقى انا اقدر اطبق قانون الشورت تيرم. وعند ال 10% عندي اتش اس واحده، فاقدر اطبق قانون الشورت تيرم. وعند ال 1% اتش اس واحده، فابدا اطبق قوانين شورت تيرم. طب تعالى ما نشوف ده يتعمل ازاي. بيقول لك ان احتماليه التخطي هتساوي 1 ناقص البي اتش اكسبشن سالب اتش تربيع على اتش ار ام اس تربيع. طيب ما الاتش ار ام اس دي اللي هي بتساوي اتش اس على 1.416 اللي هي دي. ايه الثابت وايه المتغير بالنسبه للاحتمالات؟ الاتش اللي فوق دي ثابته ولا متغيره؟ ثابته. والاتش اس هي اللي متغيره. الله ينور عليك يا محمد. الاتش اللي فوق حسب الاحتمال ثابت. صوتك بيقطع يا باشمهندس. تقول حاجه يا ابني؟ لا بقول هي الاتش اس كده بتتغير على حسب الاحتمال. تقول حاجه؟ بقول لك ان الاتش اللي فوق هندسه هي دي اللي ثابته، دي 2 متر، دي خاصه بكل صوتك مش واضح يا محمد. بالظبط. اتغير بالاحتمال ان لما الاحتمال يبقى 10% يبقى الاتش اس بتاعته اتغيرت. الاحتمال يبقى 20% الاتش اس بتاعته اتغيرت. لكن القانون نفسه ثابت ما بيتغيرش. فهلاقي نفسي بقول ايه؟ بقول ان احتماليه ان الموجه تبقى اكبر منها يساوي 2، ما هي الاثنين فوق ثابته، والاتش اس
متغيره بناء على تغير الاحتمال. فاول احتمال كان بالنسبه لي كام؟ 20%. ايه بالظبط؟ اهي ادي 20% اعوض عنها واجيب الاتش اس بتاعها. طيب انا عايز اعمل، بص بقى ده اللي مهم بقى يا محمد يا طارق، احتماليه ان الموجه تتخطى ال 20%، يبقى الاتش بالنسبه لك المفروض تتخطى كام؟ الاتش اس صح؟ لو الاتش اس زادت على 2.23 يبقى الاحتمالات خطت 20% ولا لا؟ خطت ال 20%. طيب الاتش اس لما تزيد عن 2.23 خلال سنه كامله يبقى انا شغال لونج تيرم ولا شورت تيرم؟ المفروض لونج تيرم. بص بقول لك عشان الاتش اس تبقى اكبر منها يساوي 2.23 فالاحتماليه تكون اكبر منها يساوي 20%، فعوض في انهي قانون بقى؟ اللي هو قانون لونج تيرم. فهو معوض هنا بالاتش اس بالقيمه المعينه بقى 1 نص اكسبشن سالب نص 2.23 كل تربيع، القيمه اللي انت حسبتها اللي هي دي كده جبت احتماليه ايه؟ انا احتماليه اللي انا حسبتها يا محمد اقل منها ويساوي، انا محتاج انه اجيب الاكسيدنس. الله ينور عليك. يبقى انا عشان اجيب الكيو اتش اس واحد ناقص الرقم ده يطلع 29%، يبقى عدد ساعات السنه اللي بتخضع ان يبقى الموضوع ستوب كم ساعه؟ 29 في 365. الله ينور عليك يا طارق. 24 في 365 في 29% اجيب عدد ساعات السنه اللي بتتبع ستوب استراتيجي. حد عنده مشكلة في فهم الجزء ده؟ في حاجة مش واضحة؟ يا ربيع واضح؟ ايوه يا باشمهندس هو يا مروان واضح؟ هو صعب بس هيجمع التكرار يا هندسة. يا طارق يا هندسة واضح الكلام؟ هو يعني معقد نوعا ما بس هيجي مع التكرار. من الاخر، ما انا هجيب لك احلل لك تاني دلوقتي. من الاخر يا طارق، لو انا هتعامل مع احتماليه معينه لاتش معينه فدي غصب عني هتدخلني في ان شغال في شورت تيرم اناليسيس عشان اجيب الاتش اس. طيب انا عايز احتماليه ان الموجه تكون اقل من او يساوي او اكبر من او يساوي مو الاتش اس ده، طيب خلال كام سنه؟ انت بتقول لي خلال سنه، يبقى انا اتحولت من الشورت تيرم لللونج تيرم. لما تحول من الشورت تيرم الترم لللونج تيرم يبقى انا عوض فانو قانون قانون اللونج تيرم اهو. اجيب البي اتش، البي اتش دي بتمثل ايه؟ احتماليه ان الموجه تكون اقل منها ويساوي ارتفاع معين، بس ده مش عايزه، انا عايز ان هي تكون اكبر من 20% يعني اكبر من الاتش اس. فهو قال له يبقى انا محتاج اجيب الاكسيدنس اللي هي دي. جبت الاكسيدنس طلعت نسبته 29% اضرب 365 في 24 يبقى انا جبت الساعات بتاع ستوب استراتيجي. يا محمد هو مش بيقول الاربع حالات؟ ما هو ده اول حاله بس يا محمد، دي اللي هي الحاله بتاعت الستوب. بتاع الستوب انا لسه هتكلم عن الحاله اللي بعدها. تمام انا بسال بس. لا 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 اتكلم ما تقلقش، انا بس هظبط ده. لسه الحالات دي شغاله معاك يا محمد. انا شغال معاك الاربع حالات اللي اشتغلهم مع بعض اصلا. تمام. هو لان صوتك بيقطع يا باشمهندس، صوتك بيقطع النت عندك وحش. ايه صوتك كان بيقطع والنت كان عندك وحش. خلاص هو كده كان النت اصلا يعني شغال بقيت شغال بالوفاء مباشره، هتلاقي النت ظبط ان شاء الله دلوقتي بدا يظبط. تمام تعالى اما نشوف تاني استراتيجي بقى نفس القانون ثابت. خدت بالك يا طارق؟ ايوه يا ريس. القانون ثابت ما بيتغيرش اهو، لان انا هشتغل على احتماليه ال 10%، فانا هيبقى عندي قيمه واحده للاتش اس
عند ال 10%، يبقى نفس القانون ما اتغيرش. الكريتريشن 2 الاتش اس بتاعي ثابته لل 10%، لكن ال 20% متغيره، ال 5% بتتغير بتغير الاحتمالات. فهم قالوا خلاص يبقى ال 10% واحد ناقص كذا يديك واحد من 100، نفس الكلام اللي انا عملته بالملي، فيطلع لي اتش اس معينه. لو انا عايز احتماليه ان الموجه تكون اقل من او يساوي الاتش اس دي خلال سنه، يبقى احتماليه ان الاتش اس تكون اقل من او يساوي 1.87. يبقى اعوض فين؟ يبقى انا مضطر ان انا اعوض في قانون اللونج تيرم اناليسيس. بس تاخد بالك انا دلوقتي عايز احسب ما بين ال 10% وال 20%. ال 20% كنت احسبها كانت 2.23، ال 10% 1.87. يبقى البي اتش اس اللي هي هتكون اقل منها ويساوي 20% واكبر منها ويساوي 10%، هنعمل ايه؟ لا انا هجيب ال 10% لان انا اوريدي حسبت ال 20%. فقوم رايح قايل له البي اتش اس بتساوي 1 ناقص اكسبشن نص اتش اس، انو اتش اس اللي هي 1.87. ركز معايا بقى. عشان كده انت بدأت بال 20%؟ ايه؟ عشان كده انت بدأت بال 20% عشان تسرع. الله ينور عليك يا محمد، لان الفكره ان انا خلصت من 20%، فبعد ما اخلص من 20% ال 10% يبقى انا بينهم، يبقى انا اجيب ال 10% على طول. تمام؟ جبت البي اتش اس 58%، يبقى مفروض الكيو اتش اس بكام بقى؟ الرقم ده صح ولا مش صح؟ للنسبة اللي انا عايزها ما بين 10 ل 20%. لا ده داخل في النسبة الاكبر من 20. صح، ده انو هندسة. بص لو انا جيت ارسم العلاقة دي وقلت لك ده ال 10%، ده الارتفاع بتاعي اللي هو كام؟ 1.87. الاحتمالية دي كلها يا باشمهندس 42%. طيب ما انت اصلا كان عندك 29%، صح؟ مش انت كان عند ال 20% اللي هو كان اكبر من 23، اسف، اللي هي كانت احتماليه ال 20%، كانت الرقم ده 29%. تاني انت جبت الاحتماليه ما بين ال 10 ل 20% طلعت اللي هي 42%. انت عايز انه رقم؟ انت عايز المسافه دي بس يا باشمهندس. ليه؟ لان انت اوريدي حسبت ال 29% اللي هي بتاعه 2.23، فما بين ال 1.87 وال 2.23 الاحتماليه كام؟ تبقى كام؟ 42 ناقص 29. الله ينور عليك. بص عشان تريح دماغك ارسم الشكل اللي انا رسمه لك ده. انت قصدك يا ريس ان احنا حسبنا ال 1.78 فيما فوق كله بالظبط، وانا كنت حاسب ال 2.23 فيما فوق كله، فطرحت الاثنين من بعض يا محمد. تمام. بص الرسمه دي اسهل من الرسمه اللي فوق دي. بص انا بقول لك ادي الارتفاع 1.87 وادي الارتفاع 2.23. المفروض ان كل الاحتمالات دي، ادي الدنجر وادي الستوب، ان كان الاحتمال فوق ال 2.23 29%، والاحتمال فوق ال 42 في فوق ال 1.87 كله 42%، يبقى الباقي كام؟ يبقى الباقي هو الفرق بينهم اللي هو المسافه دي، اللي هو 42% ناقص 29%. طبعا في الحالة دي يبقى انت جبت 13%. يبقى لو انت عايز تجيب عدد ساعات الـ number of hours in danger strategy هتساوي 13 من 100، 365 في 24. لحد ما انا واقف هنا يا جماعة، الدنيا وصلت ولا في مشكلة في المسألة؟ لا وصلت هندسة. هو الدكتور تقريبا ما شرحش حاجة زي كده يا باشمهندس، صح؟ دكتور ما شرحش حاجة زي دي باين. مين ده؟ دكتور تقريبا. دي اللي هجيلك في الامتحان يا ربيع. أنا بقول تقريبا، أصل أنا ما كانش ما شفتش أنا موضوع اللي أزيد من 10 أو أقل من 20 ده. أنا عارف. دي أول مسألة الدكتور شرحها يا ربيع. بجد والله؟ أه والله. أنا عشان كده بسألك وما خدتش بالي خالص من الموضوع ده. أمال كان الموضوع سهل من شوية والدنيا كانت صلاح مداح، أمال إيه اللي حصل؟ لا يا مش صعب، انا بقول لك يا باشمهندس هي مش صعبه، بس الدكتور كان بيجي بحرف بس كان بيطير. انا الدكتور بيشرح كل الموضوع بالنظري في ساعه. والله انا ما كنتش بروني، انا رمضان يعني ساعتين ونص، ساعتين وشويه. نكمل
بعد كده نفس الكلام بس هيبقى للواحد في المية. الواحد في المية هتعمل ايه؟ تروح تجيب الكيو اتش للواحد في المية بنفس الاسلوب، هتروح تحسب الاتش اس، تطلع معاك الاتش اس بواحد اتنين تلاته وتلاتين مية متر، الرقم ده اتمسح. يبقى اكتبوه عندكم لما بنزل لكم الحاجة. طب انت يا باشمهندس ما بتعملش الملف ده دلوقتي بعد ما بتخلصوا تبعته لنا ليه؟ بعتناه القديم ليه؟ شايف صورتي منوره ازاي؟ مش مشكله يعني، ما هتنور عندنا برضه. لا لا بتنور عندي بس مش مشكله، هنشغل لها اضاءه. انا قلت لما تقول ما تنزلوش الملف مش هنزل. انا هنزل لكم الملف يا حبيبي. الملف بيتاخد كله يا محمد، يا محمد الملف كله بيتاخد والله. انا انزل لك ملف ويتاخد كله ليه؟ زكا زكا عن نفسك عشان اتخذ زكا يا حبيب. ماشي زكا ده لو ما هو على فكره سكشن 3 بيطلعوك نفس الكلام، سكشن 1 واللي هو سكشن 2 وما بيقولكش ان هو خده خلاص. ماشي لا انا اللي بديهوله يا حبيبي، هو بيكلمني يقول لي باشمهندس عايز البتاع بديهوله، لكن ما بيتخذش من ورايا. ماشي فهمت. ايوه انا الملف فين دلوقتي؟ ملف موجود عندي في البيت. المهم بروبابيلتي اكسيدنس 1% هنعمل نفس الكلام، جبنا الاتش اس ندخل نجيب. فانت دلوقتي احتماليه الواحد في المية 10%، انا جبت ال 10% بفضل لي 1%، اروح اعوض في قانون بتاع اللونج تيرم اجيب الاتش اس يطلع لي كام؟ 35%. ده كده البي اتش اس. يبقى احتماليه التخطي 64.7 بنفس الطريقه. هتقوم قايل لي يبقى احتماليه التخطي 64.7 ناقص ال 42، ومش عايز حد يتذاكى ويطرح ال 42 وال 29 مجموعهم اكبر من 67 من 64 اصلا. احنا حسبنا لل 10% اهي كانت 42، ولما حسبنا لل 31 64. اطرح الرقم ده من الرقم ده يديك الجزء الباقي ده اللي هو 22.7، يبقى عدد ساعات 2.227 في 365 في 24 يطلع 1988. تفتكر لو انا قلت لك عدد ساعات التشغيل بقى في اخر جزء اعمل ايه؟ هي تطلع من اول قانون بتاع البي اتش ده. هطرح حضرتك. لا حبيبي ما عوضتش قوانين وما تخليش اشتمك. انا معايا عدد ساعات الفن كلها ومعايا الثلاثة دول. ما خلاص خلاص يعني غاوي تعب. بس مش خطوات دي بيتحسب عليها درجات. لا حبيب ما بيتحسبش عليها درجات، يعني الدكتور اكيد مش هيحاسبك على الدرجات. لو انت وصلت لهنا انت هتاخد الدرجه كامله. ماشي. او من كلامك انت اهو البتاع متسجل. ما يتسيف يا ابني، وانا يعني كلامي لا بقول لك يعني كلامك كده. انت عشان لو ما حاسبنيش على درجة دي يبقى معايا. لا حاسب ما تقلقش. فكره ان انت عندك هندسه يا ربيع ببسطه جدا، انت عندك كل دول انت جبتهم اصلا. طيب ما تجيب عدد ساعات البتاع كله اللي هو السنه كلها 365 في 24 وتروحهم من الثلاثه اللي انت جبتهم فتطلع معاك كام؟ 3039. طيب اجيب الاحتماليه، هتلاقي الاحتماليه هنا بتساوي كام؟ 35.3. سبحان الله لو انت جيت تشوف ال 64.7 وطرحت منهم 100% يطلع الرقم ده. مش اعجاز يعني يا باشمهندس. انا بقول لك ما هو بس ده السهل يا مروان، انا بمشي معاك بالطريقه السهله. ما نصعبش على نفسنا بقى. باشمهندس ثواني بس ثواني. المساله الاولانيه فيها مشكله؟ ايوه بس ثواني ثواني. وانت عملت عدد ساعات تشغيل في السنه كده يعني ايه؟ ايه مع ايه بس السنه ايه بنمت منك؟ يعني ايه؟ يعني انت قلت 365 في 24 ناقص مجموع الثلاثه اللي حسبتهم يا محمد اللي هم الثلاثه دول. ده وده وده، في مشكله في دي؟ طب انت طرحتهم ليه؟ يا ابني مش انت عندك اربع حالات طول السنه؟ ماشي اربعه ولا ثلاثه؟ ثلاثه، يبقى الرابع هو الباقي. هو المطلوب ايه بس هندسه عشان اترجم بس؟ نمبر اوف اورز ان سيف استراتيجي. تمام 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 فهمتها. فهمت قصدي؟ السيف في السيف انا ماشي تمام. اخر خلاص كده المساله دي خلصت، حد عنده مشكله فيها؟ المساله دي اللي بتيجي في الامتحان بنسبه 90%. يعني انا هبعت لكم اصلا يعني قبل الميد ترم هحل معاكم ان شاء الله امتحان كامل عشان هتلاقوا المسألة دي اللي موجودة فيه. طب هو الملف انت بعته لمحمد السيد ولا لسه تبعته يا محمد؟ لسه والله يا محمد، لسه هبعته يوم الحد ان شاء الله. لينا احنا كمان؟ لكل يوم الحد.
يوم حد مش بعيد الحد قريبه. انا بنسى اصلا، هنسى الملف، هنسى وبتاع ايه اساسا. هبعته لك انت على الخاص، انت والواد العدلي الزنان ده. تسلم تسلم والله يا باشمهندس. بيقول لك ايه؟ امارين مارين ده اللي هو مينا از بروتكتد. دي المساله الثانيه، المساله ان هي في حد عنده مشكله فيها؟ لا تمام، كله تمام يعني الحمد لله. هو طيب. المارين ده اللي الدكتور شرحه يا باشمهندس، ما شرحش المساله الثانيه يا حبيبي. ايوه هو ما شرحش الاولانيه، الاولانيه دي اهم من الثانيه. هو ما شرحهاش، عرفت ان انا كنت مركز بقى. طيب انا ما عرفتش هو شرح ايه والله. انا الثلاث مسائل شرحتهم لكم الثلاثه. امارين از بروتكتد وذ فيرتيكال بريك ووتر. يقول لك ان انا عندي مينا محمي بفيرتيكال بريك ووتر. بص المينا عباره عن ايه؟ زي ما اتكلمت قبل كده معاكم ووضحت شكله، بيبقى عباره عن حاجه عامله كده. فبيقول لك ايه؟ بيقول لك ان هو حط فيرتيكال بريك ووتر، يعني هو حط حائط امواج راسي هنا عشان يحمي المينا اللي جوه ده. تمام؟ بيقول لك ذا بوتس ارمورد ات ذا لي سايد. بص بقى الجزء اللي بره ده، ده الجزء اللي معرض للموجه، بيسموه سي سايد. تمام؟ الجزء اللي جوه ده، ده الجزء الهادي، الجزء اللي مش معرض للموجه، اللي من الاخر كده الامواج السفن او القوارب بتستقر فيه، بترسو فيه، بيسموه اللي سايد. تمام؟ يبقى انا عندي سي سايد اللي هو الجزء اللي بره اللي هو معرض للبحر، واللي سايد اللي هو الجزء اللي جوه. ذا ويف كاركترستيك اند اوبرابيلتي ار ذا فولوينج. يقول لك ان خصائص الموجه والتشغيليه كالاتي. اول حاجه ويفز دونت بريك، يعني الامواج ما بتتكسرش. تاني حاجه بيقول لك بوتس كان نوت بي مورد، ان القوارب دي مش ممكن ترسو الا لو كان ارتفاع الموجه في اللي سايد اقل من او يساوي 4.10 متر، او ان القوارب دي مش هترسو لو كان ارتفاع الموجه اكبر من 4.10 متر. يبقى العكس، يبقى هي هترسو لما يبقى ارتفاع الموجه في اللي سايد اقل من او يساوي 4.10 متر. تمام؟ ويف هايت لي وورد، بيقول لك ان ارتفاع الموجه في اللي وورد اللي هو الجزء الخاص باللي وورد بريك ووتر 10% من السي وورد، بمعنى ان هنا ارتفاع الموجه بيساوي 10% من هنا. يعني لو قلت ده 4.10 متر، يبقى ارتفاع الموجه هنا كام؟ أربعة. مش عايز أفكاكة، أنا بس بفهمك اللي هو كاتبه، إن هنا ارتفاع الموجة 10% من هنا. بيقول لك إيه؟ The long term for wave height سي وورد ذا بريك ووتر. بيقول لك إن دالة اللونج تيرم بتتبع ويبو الفورمولا وبتبقى بالطريقة دي، إن البي اتش اس بتساوي 1 ناقص اكسبشن سالب 92 اتش اس كل سعر 26%. ده مش بيقول لك كده بس، بيقول لك individual waves، بيقول لك ان الامواج الفرديه بتتبع رياليف ديستريبيوشن. تمام؟ بيقول لك لا بقى، ده انا عندي حاجه بقى جامده جدا. بيقول لك ان الاكستريم فاليوز لونج ويف ديستريبيوشن، يعني قيم الاكستريم فاليو بتتبع القانون اللي قدامك ده. سلمي واخد بالك هو معوض بيت ليه جوه؟ سلمي يا باشمهندس جاله مشوار بس وساب التسجيل وراح مشوار ضروري يعني. يعني هو سايب البتاع يسجل. تمام. بس هو بيعتذر بس. الاتش اس الاكستريم فاليو عوض كمان من خلال الاتش اس، ده اللي انا كنت بتكلم فيه. مش معنى ان هو قال لك اكستريم فاليو ان هو بيتعامل مع اكبر قيمه اللي هي البيك، لا هو بيتعامل مع الاتش اس برضه. السيجنيفيكانت تو فايت خلال حالات البحر، يعني بيشوف خلال سنه اكبر اتش اس خلال سي ساي سي ساي سي ستيت، وتبقى دي بالنسبه له البيك فاليو بتاع السنه. تمام؟ طيب ايه اهميه ده؟ ده مهم جدا ان انا اعرف دلوقتي. بريك ووتر ستابيليتي، بيقول لك ان اتزان البريك ووتر كالكوليتد يوزنج ذا ماكسيمم ويف هايت، بيتحسب باستخدام اقصى قيمه هتحدث اوف ذا سي ستيتس تشوزن فور ديزاين.
اقصى ارتفاع موجه لحاله البحر المستخدمه للتصميم، يبقى هو اتش ماكسيموم. طيب ايه المطلوب من الاخر؟ لو كان المنشأ اللايف سايكل بتاعه اللي هي الفي 25 والفيلر ريسك اللي هو بيسموها الفيلر ريسك اللي هي خطورة الانهيار مقدارها 10%، وكان عدد الامواج بتاع السي ستيت هي 1000 ويفز، دي السي ستيت بتاع الديزاين. خد بالك انا تيست خلال حاله بحر معينه، التيست اللي هستخدمها دي عشان اصمم السي ستيت بتاعها 1000 موجه. تمام، ايه المطلوب منك؟ انك تحسب لي الاتش اس فور ذا ديزاين سي ستيت، احسب لي قيمه الاتش اس لحاله البحر التصميميه. تاني حاجه بيقول لك ديفاين ذا هايت اوف بريك ووتر، حدد لي ارتفاع البريك ووتر باعتبار ان 1% من الامواج هتتخطى الارتفاع بتاع حاله البحر التصميميه. تاني ديفاين ذا هايت اوف بريك ووتر، عرف لي ارتفاع البريك ووتر باعتبار ان 1% من الامواج هيتخطى ويفز اوف ذا ديزاين سي ستيتس، هيتخطى الاتش اس للسي ستيت التصميميه اللي انت صممت عليه. اخر حاجه احسب لي الاوبرابيلتي اللي هي التشغيليه اللي هي نمبر اوف اورز ان اير ذات بوتس كان بي مورد، عدد ساعات السنه اللي ممكن القوارب ترسو بسهوله داخل المساحه المائيه. اخر حاجه احسب لي ويف هايت، قيمه الويف هايت تو بي يوز تو ستادي ذا بريك ووتر ستابيليتي، اللي هو من الاخر كده بيقول لك هات لي اقصى قيمه الماكسيمم ويف هايت ان فرونت اوف ستراكشر، اقصى ارتفاع موجه ممكن يحصل خلال حاله البحر التصميميه اللي هم 1000 موجه. طبعا الموضوع كبير ورخم ومحتاج انك تطلع الداتا بتاعك الاول. ايه الداتا اللي المفروض اطلعها؟ اول حاجه انا محتاج اعرف ان الفي اللي هي اللايف سايكل 25 سنه، وان البي اف في اللي هي البروبابيلتي اوف فيلير 10%، والفيلير ريسك اللي هو ده بالنسبه لي فيلير ريسك، وان عدد الامواج بتاع الموجه التصميميه 1000. مش بس كده، الاتش تي اس لي يعني السيجنيفيكانت ويف هايت بتاع اللي سايد عشان اقدر القوارب ترسو تكون اقل من 4 متر، وان الاتش اس لي او بمعنى صح ان ارتفاع الموجه في اللي سايد بتساوي 10% من الاس سايد. انت ايه المطلوب منك؟ اول حاجه ديترمن ذا سيجنيفيكانت ويف هايت فور ذا ديزاين سي ستيت. تفتكر اعمل ايه؟ عايز حد يفكر بس معايا كده. هجيب ال اتش اس اللي هو 1/10 من ال اتش اس لي بس. ده الموضوع طلع سهل جدا. فكر تاني يا مايكل اللي انت بتقوله ده عشان اقدر احدد ال اتش اس بتاع الريسيو. انا بقول لك انا عايز احدد الموجه التصميميه. مش في هنا عدد موجات؟ في عدد موجات. اه لبينا كنا بنعمل بحاجه في السكشن اللي فات. يا ابن ارحم امي، انا مش قايل لك اول ما تلاقي ريتيرن بيريود تعرف انك هتعوض في قانون ريتيرن بيريود عشان تجيب الاتش اس بتاعها. معلش بقى احنا بننام هندسه بالراحه علينا. بتنام ايه؟ لا انا اصحى كده بدل عندي ريتيرن بيريود، تاكد مليون في الميه انك هتعوض في قانون عشان تجيب الاتش اس، لان هي دي الاتش اس التصميميه اصلا. فاعمل ايه؟ هتلاقي اول حاجه عندي ريتيرن بيريود بتساوي 1 على 1 ناقص 1 ناقص البي اف في اس 1 على في. البي اف في اللي هي البروبيلتي اوف فيلير اللي هي بتساوي 1 اللي هي 10% اللي هي 1/10. الفي اللي هي فتره عمر المشروع، يبقى الريتيرن بيريود 238 سنه. طيب انا هستفيد من دي ايه؟ ما انا عندي علاقه بتربط ما بين الريتيرن بيريود وبين احتماليه تخطي الموجه التصميميه. طيب يبقى انا هنا اقدر احسب البي اتش ديزاين. يبقى التي ار بتساوي ايه؟ 238. يبقى ال 238 يبقى البي اتش ديزاين، بصت لي الدنيا دي تطلع معاك بتساوي 0.9958. يبقى احتماليه ان الاتش اس تكون اقل من او يساوي الاتش اس ديزاين بتساوي 0.9958.
طيب يا هندسه انا عندي مشكله، طيب اجيب الاتش اس ازاي؟ انا شغال خلال فتره 238 سنه، يبقى انا شغال خلال فتره اللونج تيرم اناليسيز، بدل شغال في اللونج تيرم اناليسيز يبقى انا محتاج اعوض في قانون اللونج تيرم اناليسيز. عوض في انهي قانون؟ اكستريم ولا العادي؟ الاكستريم بدل إيه؟ ديزاين تبقى الاكستريم، بدل ديزاين يبقى اكستريم. الله ينور عليك يا طارق. لو قال لك حاله عاديه كنت عوضت في اللي هو اللونج تيرم العاديه، لكن انا شغال ديزاين يا هندسه يبقى انا محتاج الاكستريم، فهم عوض في قانون الاكستريم. يبقى البي اكستريم اتش اس بتساوي اكسبشن سالب اكسبشن اتش اس ناقص 3 1 على سالب 9 من 10. هتقوم معوض تجيب لي قيمه الاتش اس ديزاين، هيطلع معاك الاتش اس ديزاين بتساوي 8.02 من 100 متر. يبقى انت عندك القيمه الاتش اس التصميميه طلعت بتساوي 8.2 من 10 متر. يبقى من الاخر لما تلاقي نفسك عندك ريتيرن بيريود، يبقى انت غصب عنك لازم تجيب لي قيمه الريتيرن بيريود عشان تجيب لي احتماليه التخطي اللي هتعوض فيها في الاكستريم. طيب في الامتحان ما كانش مديك قانون الاكستريم، هتعمل ايه؟ معوض بالقانون اللي عندك بس كده. يعني لو مش مديني الاكستريم يا هندسه، عوض في القانون اللي عندك وهات قيمه الاتش اس بتاعك اللي هي التصميميه. جدا انا خلصت اول مطلوب، في مشكله يا جماعه؟ لا تمام يا هندسه نكمل. يعني بسم الله. بعد كده بيقول لك تاني حاجه، ديفاين ذا هايت اوف بريك ووتر، حدد لي ارتفاع الامواج ذات اونلي اللي هو فقط 1% اوف ويفز اللي هو 1% من الامواج اوف ذا ديزاين سي ستيت كان اكسيد ذا سايت. يعني من الاخر كده اتش اس اقل من او يساوي اسف ده اكسيد اكبر من او يساوي 1%، يبقى انا محتاج اجيب الكيو. يبقى انا عشان اجيب الكيو يبقى محتاج احسب ايه يا هندسه؟ البي اتش. البي اتش اس يبقى هعوض بانه بي اتش اس بقى؟ اكستريم ولا لونج تيرم اناليسيز؟ اعوض باللونج تيرم اناليسيز ولا الاكستريم؟ والاكستريم جبت الديزاين. لما اجي اتعامل مع فتره عمر المشروع اتعامل بالبي اتش اس اللي هي من الاخر كده اللي هي بتعبر لي على السي سايد اهو. بيقول لك اتش 1% اللي اتمرر اللي هو عدد الامواج اللي هتمرر بنسبه 1% من الديزاين سي ستيت هتساوي ايه؟ يبقى 1 كيو اتش كيو اتش بتساوي اسف ده اللي هو الجزء بتاع السي ستيت. ماشي عند 1%. نرجع تاني اللي هو نفس النظام اللي احنا كنا بنتكلم عليه. ايه اللي احنا كنا بنتكلم عليه؟ عند احتماليه معينه واتش معينه احنا بنتبع اللونج تيرم ولا الشورت تيرم؟ شورت. دي هي نفس الحاله بتاعت المره اللي فاتت بالظبط يا جماعه. فيبقى كيو اتش بتساوي ايه؟ 1% اكسبشن سالب اتش 1% كل تربيع على اتش ار ام اس. طيب الاتش ار ام اس دي بتساوي ايه؟ اتش اس على 1.416. طيب الاتش اس بتاع الديزاين سي ستيت بتساوي كام؟ نضرب 1% من القيمة اللي احنا لسه جايبينها. الاتش اس بتاع الديزاين سي ستيت بكام يا ابني؟ لسه جايبها ب 8 وشوية بس كده اللي انا لسه حاسبها اللي هي بتساوي 8.02. من الاخر يا جماعة هنا بيقول لك ايه؟ انا عايز ارتفاع الموجة، احتمالية ارتفاع الموجة اللي احتمالية تخطيها الـ HS بـ 1%. تاني أنا عايز ارتفاع الموجة اللي احتمالية تخطيها الـ HS بـ 1%. يبقى عند 1% عندي HS معينة اللي أنا لسه حاسبها، وعندي H معينة اللي أنا عايزها، يبقى أنا هطبق في قانون الشورت تيرم. فهمت معوض في إيه؟ عوضت في القانون اللي قدامك ده، جبت قيمة الـ H طلعت معاك بـ 12.16 من 100 متر. يبقى ارتفاع البريك ووتر هيساوي كام؟ من غير ما تفكر، ما انا بقول لك ان انا عايز ارتفاع البريك ووتر اللي هيسبب لي تخطي 10% من الرقم ده، يبقى هو نفس الارتفاع. تاني انت عايز ارتفاع البريك ووتر اللي هيسبب لي تخطي 1% من ارتفاع معين، انت جبت الارتفاع كام؟ 12.6 من 10 متر. يبقى انا لو حطيت ارتفاع البريك ووتر نفس ارتفاع الموجه، يبقى في الحاله دي
نسبة التخطي هتساوي 1%، فأقوم حاطط الاتنين زي بعض. وصلت ولا في مشكلة؟ وصلت ولا في مشكلة؟ وصلت يا باشمهندس. بيقول لك evaluate the marine probability number of hours in a year that boats can be moored. هو يعني ايه كان بيمرد؟ بيقول لك ببساطه جدا، عشان البوتس او القوارب ترسو، فانا محتاج ان الاتش اس لي تكون اقل من 4 من 10 متر، والاتش اس لي بتساوي 1 من 10 اس سوايد، يبقى الاتش اس سوايد بتساوي كام؟ 4 متر. يبقى انا محتاج اجيب الاتش اس بتاعها. اجيبها ازاي يا هندسه؟ عندك سنه كامله وعندك اتش اس اقل منها يساوي 4 متر، اجيب البي اتش اس ازاي؟ قانون الانيوال، قانون التي، قانون اللي هو الاولاني مش بتاع الاكستريم، اللونج تيرم بتاع السي سايد، صح؟ اه، اللي هو بيقول لك ايه؟ ان البي اتش اس بتساوي 1 ناقص اكسبشن سالب 92% اتش اس يساوي 29%. يعني ايه؟ ما انا بقول لك عايز السنه كلها، انا عايز اعرف ايه هي النسبه بتاع الساعات اللي الموجه ارتفاعها هيكون اقل من الارتفاع ده، عشان لو الموجه اقل من الارتفاع ده انا اقدر ارسو السفن. يبقى انا شغال خلال سنه، يبقى انا غصب عني شغال لونج تيرم. انا لو انا ينفع اطبق في قانون الاكستريم؟ لا، انا كده عندي حاجه من اتنين، يا شورت تيرم يا لونج تيرم. الشورت تيرم الحاله واحده يا باشمهندس، الحاله دي ما اتطبقتش لان انا عندي اكتر من حاله. انا بقول لك عدد الساعات في السنة، يبقى أنا عايز أشوف النسبة في السنة اللي الموجة هتتخطى فيها ارتفاع معين أو مش هتتخطاه. فقمت قايل خلاص هعوض في قانون اللونج تيرم، يطلع معاك الـ HS الـ BHS بكام؟ 9.43. كده ركز معايا عشان ده مهم. كده الرقم ده بيمثل لي أنه إن الموجة تكون أقل من أو يساوي 4 من 10 متر. يبقى أنا لو عايز أجيب عدد ساعات السنة هعمل إيه؟ خد الاحتماليه دي اضربها في عدد ساعات السنه. الله ينور عليك، هاخد الاحتماليه دي، مش عامل زي المره اللي فاتت. لان يا هندسه الاحتماليه اللي انا جايبها هي اللي بتساوي اقل من يساوي 4 متر. هي دي اللي بتحقق لي ان الاتش اس ليه صاعد يكون اقل من يساوي 4 من 10 متر. فيبقى النمبر اوف اورز، خد الاحتماليه اللي انت جبتها اضربها في 360 في 24 تطلع 8710. اخر حاجه بيقول لك احسب لي الماكسيمم ويف هايت للاتش اس اللي انت حسبتها للديزاين. دي سهله جدا، مش محتاجه اي فقاقه. انا عندي سي ست معينه اللي هي الاتش اس بتاعها بيساوي 8.02، وعندي اتش ماكسيمم ل 1000 موجه للسي ست دي، تحسب الاتش ماكسيمم تطلع معاك ب 15.51 مليم متر. حد عنده مشكله يا جماعه في المساله الثانيه؟ لا تمام يا هندسه. اخر حاجه كده بس عشان الدكتور حسبها وانت حاسبها زيه، بيقول لك لو البي اتش اس بتساوي اكسبشن الرقم اللي قدامك ده ومديك المعاملات لامدا وجاما اللي هي الدلتا، بيقول لك الاتش اس لو تخطت 2 متر الشغل يقف. تمام، المطلوب منك انك تحسب لي عدد ساعات التشغيل بتاع السنه اللي الشغل فيها يقف. هتعمل ايه؟ الاتش اس اللي عندك دي، طبعا المساله دي انا مش هتكلم فيها لان ديت اصلا جزء من المساله اللي فاتت، بس عشان هي موجوده عندك في البتاع وببعتها لك. هتاخد الاتش اس دي تعوض بيها هنا، تجيب احتماليه اللي انت جبتها دي اللي هي 78.34، دي اقل من او يساوي، يبقى تقوم رايح ضرب الاحتماليه دي اللي هو عدد ساعات التشغيل. لان ركز معايا، لو عدى الاثنين مش هنشتغل، يبقى اقل من اثنين يشتغل، وده اقل من الاثنين اهو، بدل ده اقل من الاثنين، ده المفروض اقل منها يساوي، دي اقل منها ويساوي، دي مش يساوي، دي اقل منها يساوي الاثنين. تاخد الرقم اللي انت جبته ضربته في 24 ويبقى المساله خلصت. مساله كده سهله في الكتاب، لو حد عنده مشكله في اي يقول لي. ما يا باشمهندس البي اتش اس بتساوي 2، ده معناه الكوميوليتيف بتاع الاثنين، يعني كل اللي اقل من الاثنين ما مكتوبه صح. ايوه بالظبط، ما هو بص يا محمد، بيقول لك لو عدت الاثنين ما يبقاش في شغل، يبقى اقل من اثنين في شغل. انا عايز الاوربابيلتي يبقى في شغل. فاهم انا قصدي في التعويضه بتاعت القانون، يعني بتاعت كلمه ان البي لا ما دي غلط اصلا، دي اقل من يساوي 2. هي ما هو باشمهندس، واحنا مش كنا بنقول ان البي اتش نفسها دي معناها كوميوليتيف، يعني معناها الاقل اصلا. هو بيقول هنا ان الاتش اس بس اللي انا بعوض بيها بتساوي 2.
لا لا مش فاهمك انت تقصد ايه، يعني مش فاهم سؤالك اصلا. هو قصده في اللي انت كاتبه مش مهندس كاتب بي اتش بي اتش اس بيساوي 2، لا دي اقل من او يساوي، انا بقول لك دي دي غلط، اقل من او يساوي، اه الغلط دي اقل من او يساوي 2، ما بقول لك دي مكتوبه غلط يا محمد، دي اقل من او يساوي 2، لان البي اتش اس عموما بتعبر لي عن كوميوليتيف ما بتعبرليش عن بروبابيليتي. وصلت ولا ما وصلتش؟ وصلت يا ريس، بس السكشن ده لازم يتسجل يذاكر النهارده. والله انتوا معاكم، هبعت لكم السكشن. يا ريت خلاص يعني. بقى لما سلم يجي انت يبقى يبعت لكم السكشن متسجل. سكشن رخم ومهم ومحتاج انك تذاكره في اسرع وقت، لان هو سكشن لو ما تذاكرش النهارده ما تجيش تقول لي يا باشمهندس انا في حاجات مش فاهمها، مش هرد عليك. تمام، ابعت بس الملف وانا هديه للرجاله في السكشن. هبعته لك حالا يا محمد. حاضر.